تفضل. زاد فضلك. معك سيلفر جيفت عموم ما يختص الميك اب بالاضافه الى الميك اب لو مكياج. انا شبيب ما ادري قلت اجرب لك فونديشن ما ينفع فانا بوافيك. وش هو الفونديشن؟ فونديشن هذا اللي هو كريم الاساس. اسلم. كم من قال سالم في بالاضافه الى الاطقم انا ما اعرف العلوم هذه. انا بعطيك اللي عندي. حلو انا بعطيك اللي عندي وبعد ان شاء الله ما بنختص. تفضل. باذن الله. عيار الفضة الموجودة سيلفر جيفت 925 طبعا يوجد تصنيع محلي على حسب الطلب بالإضافة لأن يوجد تصنيع مقارب للألماس يعني تصاميم الألماس يعني تلعبون على الناس؟ لا هذا على حسب طلب الزبون حنا همنا وغايتنا إرضاء الزبون. أنت تقول مقارب للألماس؟ إيه مقارب للألماس لا ما هو الألماس يعني هذا كذب؟ هو فضة لا ما هو كذب. ها وشو؟ أنا جالس أقول ولا قصدك التصاميم؟ التصاميم يا سلام التصاميم. إيه قول أنت ودي فونديشن بداية تلعب عليه. إيه فيه نفس التصاميم على حسب الطلب يعني على حسب ما يبي العميل موجود ونهيئ له الشيء اللي يبغاه. بالإضافة إلى كذا يوجد عندنا خدمة توصيل بالإضافة إلى يوجد كود خصم 15% يعني اللي بألف بيكون عنده 58 ريال فقط يعني البضاعة اللي أخذها مثلاً بألف ريال يحط W6 تصير له 850 ريال بالإضافة رفق المصداقية W06 W06 أنت مضيع كودك وأنت اللي تمول الناس W06 لهم أعطونا أنهم شيء 10 ثواني بالإضافة إلى يقدرون أن يطلعون على نفس المتجر وحسابات يتأكدون من المصداقية من ردود بعض العملاء يمكن الردود وهمية لا بيشوفون هم بيتأكدون. طيب ما أعطيتني عبارة تسويقية للمكان؟ عبارة مناسبتك ما تكمل لفيني. هذا بيت شعر على ما قال فيصل. هذا شيء جميل طويلة مرة. هذه مناسبتك ما تكمل الا فيني. انا بيني وبينك انا مالي في الاشياء والخرابيط هذه. يطول بعمرك لا ما هي خرابيط لكن يقولون ان فيها فلوس واجد وانا بستثمر معك. يطول بعمرك حياك. واللغه المقاربه لغه الارقام هي نفس تعليقات وردود العملاء بعموم مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافه للمتجر بالاضافه لانه يوجد عندنا توصيل. والله شوف انا بستثمر معك استثماري مع سيلفر جيفت ب 250 ريال. عرض روح تدلل تبيها. هذا خالتي النشاوين يحبونها. هذا خالتي لمامتك هذه هدية. طيب انا لو اهدي المراه في المستقبل تحسبها الماس فوق اللي تبي وزود عن 15 بنصغ لك على خصم اكثر من 15 تستاهل. يحبونها الحريم تستاهل يحبونها العموم يحبها. خل تفضل.